كذا جيج كان ابن خالتي عرفني عليهم واتفرجت، وكان حلم من احلام حياتي اللي بكتبها يعني، ان انا نفسي العب في حياتي كده مع ايهاب وضياء. فده بالنسبه لي اتس بلاجر، هم مش عارفين حاجه زي كده. اسمح لي اضيف حاجه، يعني انا برضو بدين بالفضل جدا لرامي كدم عائله رامي، يعني لان جده كان المدرس بتاعي مستر لبيب حنين. ومره وانا باخد درس عند جده لبيب فلقيت طفل صغير، ده برضه ما يعرفوش، كده بعصايتين وعريان من فوق ولابس حاجات تحت كده، دخل بالعصايه بسرعه كده قال لك جده طم طم، جده طم طم، وجري بره الاوضه. فبعد مرور 25 سنه اكتشفت جده طم طم كان رامي.